تأتي انطلاقة حملة مشروع بنك بوبيان السادس عالميا والثانية في موريتانيا بتنسيق من مبادرة دينارين وإشراف من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنفيذ من طرف جمعية اليد العليا لعون المحتاجين ورعاية الأطفال، تأتي في إطار تعزيز التعاون الأخوي البناء الذي يربط بلادنا بدولة الكويت. هذه الحملة ستجرى خلالها 1200 عملية لإزالة المياه البيضاء عن مرضى العيون. إن من أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني الاهتمام بالمشاريع الصحية التي تستهدف الفئات الأقل دخلاً، وقد ترجم ذلك بالعديد من الإنجازات والبرامج التي كانت لها الأثر الكبير على هذه الفئات. وإن ترخيص هذه الحملة التي تستهدف إجراء 1200 عملية لإزالة المياه البيضاء يأتي ضمن توجهات وزارة الصحة لتنفيذ برامجها لمكافحة العمى، والتي تقدم فيها الوزارة مشاريع ذاتية وأخرى من خلال شركائها بالعمل الخيري، ومن أهمهم جمعية اليد العليا بما تقدمه من مشاريع ومبادرات صحية نوعية، والتي منها هذا المشروع الهام. الأمين العام لجمعية اليد العليا لعون المحتاجين ورعاية الأطفال ثمن مستوى الدعم الذي تقدمه دولة الكويت لبلادنا في مختلف المجالات الحيوية. هذا جزء مما تقوم به دولة الكويت الشقيقة، مؤسسات رسمية وأهلية من خدمة للشعب الموريتاني، عهدنا ذلك فيهم من خلالنا ومن خلال غيرنا. نعم، لقد بنوا الكثير من النقاط الصحية والمدارس، وحفروا الآبار الارتوازية، وكفلوا الأيتام، وهذا جزء من هذه الأعمال المباركة التي تقوم بها المؤسسات الكويتية دعما لموريتانيا. بدورهم المدير العام لبنك بوبيان السيد وليد ياقوت وممثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية السيد خالد الشعيل والمتحدث باسم مبادرة الدينارين السيد أحمد بكري فايد عبروا في مداخلاتهم عن سرورهم لانطلاقة هذه الحملة التي تستهدف مرضى العيون في موريتانيا، إضافة إلى بعض الأنشطة الاجتماعية الخيرية الأخرى. يعقوب الصوفي، الموريتانية.